أكد الصحيفة عمان أن نجاح المساعي العمانية لتمديد الهدنة في اليمن يعد نجاحا لنهج السلام الذي آمنت به، وخطوة مهمة يمكن أن تمهد الطريق لإطلاق مباحثات موسعة للتسوية الشاملة والوصول إلى حل مستدام للأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان الوساطة العمانية طريق السلام أنه ما من شك في كون سلطنة عمان تسعى حثيثا منذ اندلاع الحرب في اليمن بالشراكة مع الأطراف الأممية للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية بتثبيت الهدنة وتهيئة المناخ التفاوضي لمساندة الأطراف اليمنية في الوصول إلى حل سياسي. وأشارت الصحيفة إلى نجاح سلطنة عمان في ترسيخ سياسة السلام والحوار والحلول الدبلوماسية على مدى تاريخها الحديث وأداء دور الوسيط النزيه والموثوق في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.